ولع النور. مالك حبيبتي؟ مالك روحي فيه ايه؟ ماما هتخانق بموت. هجيب لك دكتور. لا 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 ده كابوس كابوس. يبقى من الاكل. العزومه بتاعت حشات كانت تقيله شويه. يا ساتر احس ان قلبي كان هيقف. ولا يكون في حاجه وتكون عزيزه اختي يكون فيها حاجه. ايه الحكايه دي بقى؟ سيف اتصل بالسيسي اتصل بيه شوف ايه هناك في ايه في الحته. في ايه يا ست تهاني؟ مالك؟ صبحي مات في الحرب. صبحي مين؟ صبحي اللي قابلته في المينا قلت له اني هسجنه. دمراني؟ عيون دمراني. انا هاخد بياض معايا باريس. خليها تبقى تروح لماريا وتفصل لها فساتين. على فين يا ست الستات؟ انا هروح المطعم التاني هقعد هناك ومش عايزه اي حد يتصل بيا خالص. مدام استشهد وكان هنا في المينا حطه في كشف المكرمين في حرب اكتوبر. وياك يعني؟ امال يا استاذ ما كناش نكرمك انت هنكرم مين؟ مين غيري وغيرك كان بيشتغل هنا ليل ونهار من غير راحه ومن غير نوم؟ ده كرم منك يا باشا. بس امتى بقى التكريم ده؟ لما سياده الوزير قرر هنعمل حفله كبيره. بس بقول عشان كده هنأجل سفريه باريس. ما يضرش ولو ان تهاني ممكن تزعل حد. بالعكس المفروض تفرح لك قوي. اذا كنت انت بقى ما تهمهاش. تعرف بفكر اخليك تمسك مدير مكتب باريس. ايه ما سمعتش؟ لا سمعت بس مش فاهم. اني ابقى مسؤول عن مكتب باريس؟ وشريك كمان لو حبيت. شريك حشات بيه؟ اكيد حضرتك بتهزر. سيف معنينا يا باشا. بصراحه وضعك ده مش عاجبني. واني كنت احلم ان انا ابقى في الوضع ده يا باشا. لا 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 انا مش بتكلم عن مينا. امال عن ايه يا بيه؟ عن تهاني. بصراحة الوضع ده غريب ولازم نشوف له حل. أنا مش عايزك تتضايق. المفروض إن أنا ما أتكلمش في حاجة زي دي. لكن هتستغرب لو عرفت إن ده له علاقة بالعمل ما بيننا في المرحلة اللي جاية. برضه مش فاهم يا باشا. أفهمك. دلوقتي في مصلحة بيني وبينك. مصلحة بيني وبينها. بس الكلمة كلمتها ما تاخذنيش ولا اسمع فيها. يعني انا ما اضمنكش. ايوه ممكن تنحاز لها وتبقى ضدي في لحظة خلاف لحظة ضعف. ما تضمنيش؟ شوف يا حبيبي ده سوق حرب. يا انا يا انت. في مكسب في خسارة. ممكن تخليك كده معاها وتطويك تاكلوني وانا مش داري. ها سكت ليه؟ مش مصدق. يبقى لا انت مش مصدقه يا سيد سيف. انك عايزني نسيبها؟ نسيبها؟ وانت تقدر ولا تقدر تقولها حتى؟ تسيبها؟ قال تسيبها قال. اتكلم معاك بصراحه اكتر. انت محتاج تقنعها ان هي اللي تسيبك. عن اذنك حشات بيه. تعال هنا. رايح فين؟ نتكلم وقت تاني. ايه هتجري عليها وتعيط لها؟ حشات بيه. شوف يا سيف بتكلم معاك مان تو مان راجل لراجل. تعرف لو رحت لها هيبقى اخر تعامل بيني وبينك. الله اذا كنت حضرتك دلوقتي لسه بتقول ان العصمه في ايدها وانها ممكن تنفذ اللي انت عايزه مش عايز اتكلم معاها ليه؟ اتصرف من غير ما تعرف. خليك حويط هتبقى انت الكسبان. تعرف انا من الاول عارف الجواز دي مشكله بالنسبه لك. مشكله؟ طب ما تقول ازاي يا حشات بيه. لا ما تبصليش بعين رضيه وتكلمني كاني عدوك. فكر هتلاقيني صديقك هتلاقيني صاحبك وعايز اصحابك ولعلمك كلامي ده لمصلحتي ومصلحتك ومصلحتك. انا عارف ان هي صعبه في الاول لكن بعدين هتروق وتحلى ونشوف اللي ورانا بذهن صافي ودماغ رايقه وهتشكرني.
يعني يا بدر الدوجة مش هترجعها للخردة تاني؟ خردة ايه يا باب؟ يا ده هيبقى معرض سيارات بالفرنساوي اجانس اجانس. ايوه كده يا باشا، خلي العطارين تترقى، خلي النحس يفك عنها وتقب على وش الدنيا. اللي اقول يا بدر الدوجة، مش ممكن يعني هيرجعوا يحققوا معايا تاني بخصوص موضوع الحريقه؟ ويخرب انت هتولعها تاني. خلصنا بقى من الحكايه دي، خلق الراجل جاد خد كل فلوسه. يلا يلا خلصت خلصت. طيب مش هتعزي الست عزيزه في ابن خالتها صبحي؟ صباح الخير يا سيدنا. الف رحمه ونور عليه وعليهم. أنا شفته صبح هناك في الجبهة. شفته؟ قبل ما يعبروا يا رؤوف يا ابني؟ شفته في الضفة التانية بعد ما عبروا. مع إني دايماً شايفه قدامي وهو بيستشهد في العبور. واتكلمتوا سوا يا أستاذ؟ ما لحقناش نتكلم. كانوا جايبين لنا عربية أنا والمصور ولازم نطلع على طول. بس قال لي يعني سلم لي على الكل وعلى أنيس ولحقت آخد معاه صورة في الموقع. الصورة دي معاك يا رؤوف؟ لا مش معايا دلوقتي. حاب اجيبها لك. المهم امه عامله ايه؟ تعبانه والله رؤوف. ربنا يصبرها ويرحم كل شهدائنا. رد اعتبارنا دم غالي، يا ريت ما نفرط في غلاوته. تقصد ايه يا استاذ؟ حد كان يصدق ان احنا نعبر في 6 ساعات ونزحزحهم من الضفه الغربيه؟ دي معجزه. قصدي رؤوف يا استاذ جاد قلقوا على الثغره والجيش التالت. لا 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 لا، انا اقصد شيء تاني خالص يا انيس. سمعت اخبار زياره كيسنجر؟ انا ما قريتش جرايد النهارده. حاجه غريبه. ايه اللي حصل يا استاذ؟ الرئيس وافق لهم على 6 حاجات ما افتكرش ان احنا مضطرين ليها دلوقتي، خصوصا ان سلاح البترول لسه مرفوع عليهم والجيش لسه صاحي والامه كلها على طراطيف صوابعها مشدوده والعالم كله بيراقب ونفسه مقروش. يبقى ليه؟ ليه وافق لهم على الحاجات دي؟ وافق لهم على ايه؟ ما تقول يا رؤوف يا ابني. مفاوضات لفك الاشتباك من غير ما نتمسك بالشرط اللي حطيناه لما وافقنا على وقف اطلاق النار، شرط الرجوع الى خطوط قبل 22 اكتوبر وفك حصار الجيش الثالث، ووافقنا على فتح باب المندب وتسليم الاسرى بتاعهم. وكل ده قبل مفاوضات فك الاشتباك؟ ايوه يا سيدي. عم شيء غريب قوي. يمكن الراجل بيبدا بالطيب بيمد ايده. على مين؟ على مين يا عم عبده؟ والله وسبت صفحه الحوادث اخيرا يا ابن قرقس. ايه اللي بيحصل في الحته دي يا رجاله؟ يا جماعه مجنونة يا بدر الدوجة. شايت ايه يا بنت انت اللي عايزة تاخديها؟ اتكلم بأدبك. ده قصة كبيرة اوي يا اخويا. انتوا بقى اللي بيسموكوا العوالم؟ لو انت الصادق، احنا بقى اللي بيسمونا اصحاب الشقة يا عينيا. فاكرني يا حجاج؟ حجاج؟ ده تعرفيني منين يا بنت؟ قابلتي. نعمين يا غالية. دي القصة قصة عالمة على سن ورمحي يا عينيا. قصة؟ اسمك قصة وكمان علمة وعلى واحدة ونص؟ لا دمك خفيف يا مضروب، حاطط عليه مية. لما روحي كمان انتي قصة بنت اخت لسط عساكر. طب ولما انت قصة، امال فين القصة يا قصة؟ اسم الله عليك يا حجاج، وعرفتها لوحدك؟ رجعت للذاكرة يا اسطى. ايه اللي رجعك تاني الحارة يا قصة؟ اهو عقبال املتك بقى. التطور الفني. التطور الايه يا ابلة؟ الفني يا اخويا. اصلي يا معلم، لا مؤاخذة، الكلام للمعلمين مش للعيال. انا قلت لنفسي يا بت ده منهور وكفر الدوار، ما بقتش قد مقامك، قلت لم الفرقة بتاعتي واسرح بيها على اسكندرية واجي هنا شقتنا. وبعدها باذن الله على مصر سيما ومرسى وتلفزيون. هي مصر ناقصه؟ وبعدين احنا مالنا ومال الهوسه بتاعتكم دي؟ بس على احنا مش هنحجروا على ارزاق الناس. لا مؤاخذه قصه، خالتك عساكر ملهاش شقه هنا خالص. لا وحياه شنبك اللي يتبرم ويقف عليه صقرين. خالتي ليها شقه واحنا وهندخلوها. ولا مؤاخذه بقى تقول للجعر بتاعك ده يطلع ويلم شوية الكراكيب والهلاهيل بتوعه، لا هتصعبوا عليا لا مؤاخذة، أما تناموا على البرش في اسم العطارين. يا معلم، اتفضل يا سيسي.
الحارة بقت سيمة. أصخ جاية تاخد شقة الواد يا ولدان. شقة أنهي واد يا حبيبي؟ طب وشرف أمي اللي حيعتب ناحية شقة خالتي عساكر لحكون كسرة رجله حتتين. انتوا سامعين ولا مش سامعين؟ ده انتوا شكلكم كده لمؤاخذة مش ناويين تجيبوها لي البر. الله 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 جرى يا معلم، أنا مش فاهم حاجة، أنا عامل زي الأطرش في الزفة. إيه شقة وإيه مش ناويين يجيبوها البر؟ ليه؟ هما كانوا جابوها البحر. الله يا بنت بت لما تبقى تلاقي انت يا ماما لا تروحي فين يا عزيز تلاقي انت انا هتفرج انا عارفاك كويس قوي انت ابن مدرس البلاد بس خلاص امي لك انا اللي هتصرف ايه هتتصرف ازاي يا سعوس هتحرق ايه تاني قد بقلق هو انتوا تعرفوا ليه ده شفت يا سيسي عايزين ننظف الحاره ونعملوا لها قيمه زي بتوع السيمه الحاره اتملت قصص وهوادم خليكي شاهده يا شاب انا معايا عقد الشقه ومكتوب باسمي الندل ده ما قعد فيها صبيه ولا عوانطه خلاص ارمي العفش بتاعه في الشارع وادخلي انت الشقه والله علي عبد متعال جرى ايه فلوس الوكاله تروح للدكتور طموم وانت يا ست انت روحي اسم البوليس بلغي خليهم يجوا يمكنوكي من الشقه يا سلام واسم البوليس ليه واللي معايا راحوا فين اي حد يمد ايده على الشقه انا خلاص خلاص انا روح شيل حاجتك يلا يا معلم ما يصاحي خلاص متشكرين يا اميره قدامي يا جلال في ورايا رجاله على فكره يا استاذ عزيزه بالمناسبه انا اديت كل الفلوس للاستاذ جاد الفلوس تدفع كلها للدكتور تموم يا معلم الفلوس اللي احنا دفعناها وفلوس الحاجه اللي حرقتها تعالى يا سيس عايزك استنى بس ما نشوف قرايبك تعالى يا سيس ورايا طيب يا عزيزة اسمي الست عزيزة واتكلم بأدبك يا معلم وطلع الرجالة دول من الوكالة لغاية ما تدفع الفلوس مفهوم؟ ايه مالك مزامر كده؟ مصيبة الراجل حاطط في دماغه من الأول يا سيسي راجل مين يا سيه؟ اوعى تكون بتكلم عن حشاد طبعا حشاد هو في غيره؟ يا خبر كده احنا وصلنا للرأس السوداء قصدك ايه يا سيسي؟ قصدي نقعد كده ونتكلم بالراحة راحت ايه يا اخوانا ده بينها هتتنيل هتتنيل ايه بس يا حجاج الراجل بيدور على مصلحته اسمع احنا لازم نتكلم بصراحة هي اللي قباله ولا حشاد؟ اسمع سيسي تهاني دي مراتي واتجوزتني بإرادتها وانا مش هسيبها تسيب مين ولا ما تسيبش؟ هي اللي في ايديها تسيبك او ما تسيبش ايوه مش يمكن هي متفقه مع حشاد من وراك انت بتقول ايه يا غرعان ايه يا شيف ايه احنا هنضربوا بعض يا ناس هي ايه فره ما انت سامع بيقول يا حجاج بدور على مصلحتك وفي نفس الوقت مصلحتنا مصلحتكم معايا انا ومعها تاني انما حشاد ممكن بعد يوم ولا اتنين تلاقوه في الشارع تاني بقول لك يا شيف انت تهدي اللعبه شويه لحد ما تشوف هيحصل ايه وبعدين نتفاهموا مع بعضينا انا قلت للدمراني مش عايزه اي حد يتصل بيا لكن هو كلمني وقال لي ان انت جاي فجيت على طول مفاجاه جميله مستعد اعملها واكررها كل يوم كل يوم سمك يا ريت اسكن تحت البحر مع السمك وعروسه البحر تبقى جارتي امال سيف فين وانا خارج مينا لقيته في عربيته سابقني وبيجري طياره مستعد شكرا اوعى يكون بيلعب بدله من وراك يا جميل اتفضل مو القهوه هناخدها فوق بقى هم مش كده القهوه يا باشا انا مستعد احط تحت ايدك اي مبلغ مش كده بس مستعد افتح لك حسابات بره في الخارج باي مبلغ وانت لسه هنا طب وليه ده كله اقول لك السفر بره والعمل بره مش هزار لازم الواحد يكون جاهز ويتعاقد فورا مثلا خدت توكيل دفعت تامين دخل صفقه تدفع عربون ياه انا كنت فاكره يعني الحاجات دي ممكن تتدبر لما نرجع لا لا لا, لا. بيقولوا صاحب القرش صياد دي فرص تيجي كده لازم الواحد ياخدها على الحامي يعني يقطع عرق ويسيح دمه يا ست هاني وما فيش يا مرحميني بقى ايه ده يا بنتي ده
انت ايه اللي موقفك هنا؟ يلا. بحب اسمع كلام البشوات. بنت دي غريبه قوي. حشد بيه. معلش انا لازم اخد برضو راي عمتي الاول، فبقول ناجل حكايه السفر دي شويه. شوفي المساله. الله 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 الله. اهلا 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 اهلا. ايه المفاجاه دي يا باشا؟ مفاجاه حلوه مش كده يا سيف؟ العماره التانية اتمنت بكام؟ الدمراني جاب شاري بمليون الا شويه. ودول بقى هتحطيهم في ايد حشاد ولا في ايد سيف؟ في ايدي انا طبعا يا عمته. كانك ما تعلمتيش من اللي جرالي حاجه تاني. حشاد مش متولي. لا حشاد قلعان من متولي، ولما اخرج له هتعرفي. لا انت اللي مش عايزاني اتقدم خطوه واحده لقدام، عايزاني افضل مستنياكي لغايه ما تطلعي واضربي التاني في السلسله وراكي كده. اهو يا تاني كده اهو. ايوه وانا مش عايزه منك حاجه، مش عايزه حاجه ينشرح. هي دي اخرتها تاني. تسلم ايديك. اقعدي اقعدي يا عزيزه. انا بقول خلاص يعني ما عادش فاضل على الكمبيالات غير مبلغ قليل يا دوب يعني. لا يا استاذ جاد، الفلوس اللي انت خدتها من حاجات دي مش اللي احنا متفقين عليها. سيب بس انت الدكتور طموم يتصرف. يعني عايزه الدكتور طموم يجيب صعايده يطيروا حجاج يا عزيزه؟ والله احسن ما يعمل ما بداله. وبعدين ما تخافش اخرتها هيدفع، ما هو اللي ما يعرفش غير العافيه جبان. صح كلامك يا عزيزه. اهلا يا دكتور. اتفضل يا استاذ جاد، بجيت فلوسك اهي. ايه جبت له صعايده يا دكتور؟ انا قلت خليها المره جايه. خبر ايه؟ في ايه يا عزيزه؟ مبروك يا دكتور طموم، خلاص العطارين بقى فيها فرقه عوالم، ده غير اجنس حجاج ومكتب تصدير السيسي. السلام، كده اتقدمنا كتير. ويبقى رؤوف ما كذبش فقلقوا على الايام الجايه. قال ايه هو جيرجس؟ قول لي يا دكتور، تعرف دكتور اسمه كيسينجر؟ رفضت الهانم، رفضت انشراح هانم، رفضت. فاكره ان حشاد زي متولي اللي ضحك عليها، عايزه تفضل متحكمه فيا حتى وهي في السجن. لكن لا، لو ما عرفتش اعمل حياتي يبقى فعلا احسن لي ان انا ارجع لعطارين. بس تصدقي بقى تهاني انها عندها حق. ايه قلت؟ ايه حشاد ده افظع من متولي. تصوري انه طلب مني ان انا اسيبك. لا مش طلب، ده تقريبا قالها بالامر. وقدم الثمن، وثمن مش بطال. وايه هو بقى الثمن يا سيف؟ ان انا اكون مدير المكتب في باريس وشريك، وحذرني لو قلتلك في اهلاكي. الو اهلا. دي مفاجاه ساره فعلا. مش ساره قوي، انا عايزاك في مشكله يا عبد القادر. خير يا تهاني؟ لا ابدا، اقدر اجيلك اسكندريه. تحبي امتى؟ وش ريحه الكمبري؟ وده مش يمكن يجرح جوزك؟ انت بكلمك انت كده بتجرحني انا. تهاني بالراحه. انت ليه دايما بتتعمد تضايقني؟ انا اللي اعرفه انك بعتيلي وانت متضايقه جاهزه. مين اللي ضايقك؟ حشاد؟ ايه اللي عرفك؟ هو كلمك؟ ما يجرؤش، هو كله فكره دلوقتي انه ما يتصلش بيا ما يدينيش فرصة أعرف أخبارك. أليان، ألياني بقى حاولت تعرف أخباري وتسأل عني قبل كده. أنا حاولت كتير. قولي لي بقى حشاد عمل فيك إيه؟ نفسي أقعد معاك لوحدي، أنا مخنوقة عايزة أقعد في مكان فيه هوا أتكلم معاك. واتطمن
جوزي متأكد انك راجل محترم جدا. اوكي انا عارف مكان كويس. يا شايلة كل ده بتتريق علي يا عبد القادر؟ بالعكس كل ده خطير ومؤلم. عشان كده حكيت لك، عايز اعرف رأيك. انا عارفة ان انت ما بتكدبش. شوف يا تهاني، علشان تنسي كل المشاكل بتاعت حشاد وبتاعت عمتك اللي في السجن وحتى مشاكل جوزك، مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ارجعي لعطارين. نعم. من فضلك اهدي اهدي بس واسمعيني. اسمع ايه يا عبد القادر؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه تقولهولي؟ بعد كل اللي حكيتهولك ده تقولي ارجع لعطارين؟ ارجع اعمل ايه؟ اهدي وفكري كويس وهتلاقي انه الحل ده افضل من اللي انت فيه. انت عايز تهني؟ انت جاي وفي دماغك قاصد تهني؟ انت لهنتي نفسك لما قبلتي اللي انت فيه. اسف. كنت فاكراك حاسس بيا. انا حاسس بيك كويس وعارف كل حاجة ومتوقع كل حاجة. لا انت ما تعرفش حاجة. انا عارفك اكتر من نفسك. انت بتتعاملي مع ناس بتحتقريهم ومحتاجة ناس تحترميهم، وافتكر انه اهلك في العطارين يستحقوا الاحترام. مشاكلك هتتحل في لحظة وحشات هيرجع لأصله صرصار، وكل اللي عايزاه منه في شغلك برضو هتلاقيه تحت رجليك. عبد القادر اوعى تفتكر ان انا بتكلم معاك او جيت اقابلك عشان انا محتاجة حاجة. انا مش جاية اطلب شيء ولا امد ايدي. انا عارف انك مش مستنية مني حاجة، وعشان كده جبتلك من الاخر. ارمي كل ده ورا ظهرك وارجعي للعطارين. لا مش هرجع للعطارين، مش هرجع مكسوره والدره زي الولايه واستنى عدل. اسمع يا عبد القادر، انا جيت اتكلم معاك عشان كنت محتاجه رايك. عارفه انك مختلف عن كل اللي عرفته، لكن يخسر ما استفدتش منك بحاجه. وندرفول، ويلكم ميزيس قصة. ابسط يا عم، بقى عندك في الحتة الفن والبيزنس. ولما ترجع المرة الجاية من مصر هتلاقي عم بدر الفرنجي فاتح كباريه يا بيه. استاذ رؤوف. ايوه يا فندم. كنت عايزك في كلمة ايه؟ تحت امرك. وازاي يا عم جرجس؟ كويس انك لسه فاكراه وفاكراني. اذا كنت نسيت اللي عملته في المينا يفكرني كويس قوي يا رؤوف. ده شغل يا تهاني وحق الجيره والعشره. انتوا ليه ظالميني؟ اسمع يا رؤوف، انت لازم تعرف وكل لازم يعرف، انا من حقي ادور على مستقبلي. انا مش عزيزه عشان اتجوز واخلف وافضل طول عمري قاعده في العطارين. هي حره بس انا ما اقدرش. وعلى فكرة أنا كمان ما أقدرش أأذي حد، بالعكس ده أنا دلوقتي اللي بتأذي. ولو بتتكلم بحق الجيرة صحيح المفروض تقف النهاردة معايا مش معاهم. ها أقف معاك أنت؟ على مين؟ عليهم برضو؟ لا على اللي فاكرين واقف معانا وصيف ضدهم. ده هو النهاردة أول واحد بيتأمر عليا. الراجل بتاع المينا؟ أيوة يا سيدي. حشاد بيه؟ بسرعة وقعتوا في بعض كده؟ الله، ده شغل غدر بقى. هو اللي بدأ الغدر. غدر متبادل يعني. يا رؤوف ما تسمع للآخر أحسن. وانت تهاني يا تتكلمي يا تسيبيني أنا أتكلم. أنا اللي هتكلم بس بشرط. شرط؟ شرط إيه بقى؟ الله ما جعله خير. إنك ما تنشرش ولا تتصرف في حاجة غير لما نتفق. احنا ما اتفقناش أصلا إن حابل أشتغل عندك، أو زي ما بتقول أساعدك. أما تسمع مني يا رؤوف هتوافق. معقولة؟ بتبقى هبل قوي. راح تأجر محرر بنكلة؟ لو ايه سبق وحاول يهددني ويهددها تهديد خايب فارغ ما يخوفش عيل صغير. مش يمكن يا باشا سيف هو اللي جايبه؟ لا لا لا، سيف ما يقدرش يتصرف اي تصرف من غير ما اقول الهانم يا اخ سيسي. ممكن بس دلوقتي لا. يعني ايه بقى دلوقتي لا؟
شوف يا باشا، انا اصلا مش من النوع اللي بيقعد يتكلم وين الكلام زي النسوان. برضه شارع العشره اللي بينه وبينك يا باشا، وخيرك علينا برضه. اختصر، عايز تقول ايه بالظبط؟ بقول يعني اصل سيف داخل علينا كان شايط قوي، بيقول لا مؤاخذه يعني انك كنت عايز تاخد مراته منه. معقول؟ وبعدين؟ اكيد يا باشا هو اللي بلغها، وبعديها جاب لها الواد ده عشان الحكايه دي بالذات. طبعا ساعتك هتقول اشمعنى الواد الصحفي ده بالذات؟ انهم عارفين يا باشا ان في ضديات بناتكم فين بعض. لا انت اكيد فهمت غلط يا باشا. انا بقول يعني يا اخ سيسي، انت مقامك زاد عندي قوي، بس عايز اقول لك حاجه. امرك يا باشا. انت كانك لا سمعت ولا عرفت اي حاجه لغايه ما انا اتصل بيك. مش انت بس، المعلم كمان بتاعك ما عرفش اي حاجه. ماشي ماشي يا باشا. انا استبشرت. صفية. ايوه يا فندم. مدير التحقيقات يجيني ويجيب الملف معاه، مش عايز اي تليفونات ولا اي حد يتصل بيا. ولحظه، اطلبي لي النمره دي في مصر حالا. ايه رايك في شكلها من بره يا نيس؟ اديني جهزتها لك بالرجاله والشباك من مجاميعه. مش مهم الشباك يا عم اباري، المهم المكنه. ده شغلاني بقى دلوقتي، هنطلعوا عليها وندوروها وهتشوف. اهلا بكبرنا وكبير البحر كله. اهلا يا رجاله. البحر مشترك يا معلم عباري. صحيح يا انيس، وهنسميها ورده صبحي. اصيل يا انيس، ربنا يبارك لكم فيها. وخبيت عليا ليه بقى يا استاذ؟ قلت اعمل لك مفاجاه من نفسي عزيزه. وعم اباري هيطلع بيها البحر بجد؟ انا قلت له لا، الراجل ما عادش فيه صحه للبحر. بالعكس، خليه يطلع البحر، البحر هيبقى ونيسه ويشيل الهم من قلبه. انا فكرت في كده برضه. طب وانا هتخليني ارجع الشغل تاني؟ شغل يا عزيزه. شغل ايه يا عزيزه؟ ما هي مستوره والحمد لله. يا ماما يا ماما، مش انت عايزانا نقعد معاكي هنا؟ غير كده هنرجع بيتنا، وانت عايزه جد يفضل وياكي. احنا نستنى هنا شويه يا عزيزه لحد ما جد نطمن عليه. جد ايه بقى؟ هو جد بقى لوحده دلوقتي؟ يعني ايه؟ قص عليك يا ماما، كنت عايزه ارد على مفاجاه المركب. حامل يا عزيزه. اهي جت غلطه بقى. وغلطه ليه؟ يسعدكم. بس المره دي بقى انا عايز بنت. بس ما تطلعش زي قصه. بصراحه بقى انا قلت لعمتي ان احنا مش هنبيع حاجه لغايه ما تطلعي بالسلام. كلك حناني يا عروس البحر والله. عشان كده بقى هنضطر ناجل السفر لاجل غير مسمى. وليه؟ فلوس موجود زي الرز وتحت امرك. هنرجع للحكايه دي تاني يا مولانا السلطان. بيزنس برضو، انا هدخل شريك بنسبه واخد نسبه على القرض اللي انت هتاخديه لغايه ما نشرحها ان ترجع لنا بالسلام. شوفي، بيزنس از بيزنس. والله اذا كان كده ما عنديش مانع، بس بشرط اخد القرض بتاعي قبل ما نسافر من هنا يا حشحش. انا دلوقتي ناو. بصي، شيك مني ووصل منك. ناو ده انت جاي بقى جاهز وعارف. السلطان دايما لازم يكون جاهز. بالحق، هو سيف فين دلوقتي؟ ايوه حاضر جاي. يا حبيبي هو في ايه؟ بس انت يا مكان انت ولا ايه؟ بقول لك احنا بوليس ومعاه امر بالتفتيش. يا لهوي، في ايه؟ انت سيف التوامي؟ بقول يا ست الستات، مش كان من المستحسن نطلب المحامي يكون موجود؟ اسكت انت يا دمراني. الورقه هي حشحش. ميرسي، وادي شيك حمديه على بياض. اكتب الرقم اللي انت عايزاه هنا زي هنا. شفت بقى الفرق بين السلطان وبين عروسة البحر؟ الحقي يا ست هانم، الحقي. قلبوا الشقة وقبضوا عليه. قبضوا على مين يا بنت؟ سيف يا ست هانم. ايه؟ أنا متأسف جدا يا تهاني. يا نهار يا نهار،
الوضع صعب جدا، للاسف رجلك هتيجي في القضيه. رجلي انا يا حشاد بيه؟ بارك فيك يا حشاد بيه. ما انا قلت كده برضه. المطعم سامبو ايه بس؟ اطلب لي السي سي تي حالا. دلوقتي ولا الصبح يا فندم؟ بقول حالا يا دمران، حالا. استر يا رب، استر يا رب. هي بياض قالتها ابعت لك لسانها. الراجل الرمه ده مش هيجي وراه الا المصايب. على القورة الهوى طيرها يا أمورة، يا حلاوة القصة على القورة، ده الهوى طيرها يا أمورة، بعيون حلوين عسلية، خليك معايا أصلية هواهم مش ليا، بعيون حلوين عسلية، هوبا أصلية هواهم مش ليا، يا سعدي يا سعدي يا سعدي يا سعدي. اسمعنا عليك يا هوا حلو يا واد يا حودة. شوية عصعوص. انا دلوقتي مش عصعوص، انا دلوقتي مقموص. مقموص كده برضه معلم؟ كده ايه يا دلعادي يا راجل؟ انت مش لو كنت بتعرف هيك تهز كان سابك في الشقه تهز. اوام خلاص خدت على بدر الدوجة. امال الناس في الحته يقولوا ايه على المعلم الكبير ولا مؤاخذه؟ طز فيه وفي الناس وفي المعلم الكبير. بقى انا اخسر قصة العسل عشان فحل بنصر. اعمل لك ايه بس يا سيد المعلمين؟ ان كنت اول ما شفتني خدت في وشك وزعت. قال ايه؟ عشان الباق في الدول ده. كده انا حكيشت القصة خلاص، انا بقيت ملطشتك خلاص. خلاص يا بقى اطلع المعرض راضي العمال، الفلوس هتبقى بالشكاير يا كشك السجاير. ماشي ماشي يا بدر الدوجة ماشي. انت زوجي؟ انت مالا انت مالا يا نادى انت مالا يا حبيبتي انت مالا انت مالا. يا لهو بالي يا راجل يا خراشي، معرض معرض حتة واحدة زي النظافة اللي نزلت وحطت عليك دي. بنلون الدنيا يا قصة، بيقولوا ان احنا داخلين على دنيا جديدة وقصة جديدة يا قصة، هتبقى ليالينا فل وحنغني للصبح ونقول يا لنا مرة. يا رب اروح فين يا رب اروح فين، دنيا زحمة وليل داخل، واللي بحبه ده ساكن في عطفة من داخل داخل. انا ما ضراني دانا، انا ما ضراني دانا، ويخلى عمي دانا حن الا نفس الحبيب في الباب. وانا ابن ام خميس سلام مربع. بس يا انا بس يا انا فيها في ايه يا اخوان؟ في ايه يا صيصي؟
في مصيبه حد يا اختي ودخل بيها عليا يا ناي كنت تفتها بره تفي من بقك الوقت سيف في النيابه نيابه يا اختي اسم الله واسم الله ليه ما تروحوا انتوا الاثنين في داهيه واحده يطلع مين انيس ده اللي هيضيعنا يا حجاج افهم افهم التحقيق القديم اتفتح تاني وحشات فتح الملفات من اول وجديد مين بقى اللي كان شاهد وقتها انيس يا حجاج يعني انيس هيرجع ويتكلم ويشهد ويعيد ويزيد يا حجاج الله دي جات له على الطبطاب بقى ولسه الحريقه وجعاه هو وعزيزه حريقه ايه دلوقتي يا سيسي يوه خلونا في اللي احنا فيه دي وقعه في وسط عصابه يا راجل وعايز تسيبها المحامي بتاعي فهمني ان حشاد ده موظف كل حاجه محبش كل حاجه مع موظفينه مرتب كل تهمه لينا زي ما قالها بالظبط انيس اللي زاد كمان ان خد رجلي معاكو يا دي الحصى يا ولاد يعني معنى كده ان كل كلمه هيقولها انيس هتبقى حكم من المحكمه انا بقول يتاوى قبل ما ينطق بكلمه يا نهار يا نهار اقعد 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 وبطل الغباوه دي وافهم المحامي بتاعي قال لي لو انيس غير كلامه كل القضيه دي تطلع في شينك يعني عايزانا نروح نترجاه ونستعطفه ايوه يا حجاج ايه اللي بتقوله ده يا سيسي الله وفيها ايه فيها ايه انت لسه هتعرفي البيج وزوجتك وبعدين لما مؤاخذه ولسه قايل الحريقه واللي حصل بعد انا بقول السيسي روح يقابل احسن انا رايي يا ست الستات اروح انا اقابل سي انيس واتفاهم معاه بالراحه ايه ده انت بتقول ايه عارف ده يبقى معناه ايه يبقى معناه ان انا اللي بعتك وده مش ممكن يحصل ابدا خلاص انا هروح نقابله اما اشوف اخرتها ايه هيبقى مشوار زي عدم ان شاء الله انت بتقولي ايه يا بنت اللي تسند دلوقتي يا استتهاني هي اختك اللي من لحمك ودمك ومهما كان اللي بينكم روحي لها انت وكلميها ده مراني خد مراتك وروحوا ناموا يلا روحوا وانت يا حجاج انا عايزه الرد حالك